قلنا بدنا فكرة لمشروعنا، فعملنا عصف ذهني وحكينا عن مشاكلنا كيف إحنا ممكن نحلها باستخدام الأشياء اللي تعلمناها بالمختبر. وبالأخير توصلنا لفكرة مشروعنا اللي هي الوار الذكي اللي بيعتني بالنباتات وبنبهنا إذا كانت بتحتاج لأي إشي. المشكلة هي إنه في كثير ناس بدهم بحبوا يكون في عندهم نباتات، بس ما عندهم وقت للاهتمام فيها لانشغالهم في الحياة العملية، فهذا بأدي إلى أن النباتات تبدأ وتموت. فإحنا صنعنا ميدوري، ابتكرنا ميدوري عشان يهتم في النباتات. هسا بالأول سوينا للمشروع نموذج أولي، استخدمنا برنامج التينكركاد وحددنا المادة اللي بنصنع منها، كانت مادة الأكريليك. بعديها حددنا السنسورز اللي رايحين نستخدمهم عشان أنه يساعدوا على العمل. أول إشي إحنا استخدمنا 3 سنسورات، سنسور لرطوبة التربة، سنسور للحرارة، وسنسور للمي حطناه جوا الخزان. هلأ سنسور المي اللي بالخزان بقيس قد ايه كمية المي بالخزان، فلما توصل لحد معين إنه تقل لحد معين بضوي ضوء عشان نعرف إنه هلأ لازم نرجع نعبي الخزان. سنسور الرطوبة بقيس لنا إنه التربة جافة رطبة منيح أو لا. لما تكون جافة يعني توصل لحد معين، المضخة اللي جوا الخزان بتصير تطلع مي عبال ما ترجع تترطب التربة. وآخر إشي عندنا سنسور الحرارة، سنسور الحرارة بقيس لنا الحرارة حوالين النبتة وبعطينا هاي الحرارة على شاشة LCD. مبدئياً الأردن هو أفقر دولة مائية، فإحنا هون لازم نستخدم أشياء محددة عشان نقدر المياه المتاحة اللي إحنا عندنا في الأردن نقدر نوفر فيها وترشيد الاستهلاك. فإحنا هون قاعدين نرشد استهلاك المياه عشان نوفر المياه في الأردن أكتر والزراعة في الأردن أكتر.